نعم مساء الخير، أو أقل حقيقة الأمر، ما وصل إلي تحرير الشام أمس أقل من 5 كيلومترات عن مدينة حما، وليس مركز المدينة، عن أطراف المدينة ليكون دقيقين بالمصطلح. أطراف المدينة. لكن ما حصل اليوم بأن أو منذ مساء أمس وحتى الآن التقدم هو سيد الموقف لقوات النظام، القوة النارية الهائلة التي حقيقة الأمر لا تتوقف على الإطلاق، سواء بالغارات من الطائرات الحربية، سواء القصف الصاروخي مدفعي، لأن كمية ذخيرة كبيرة دخلت إلى أرض المعركة، بالإضافة للعديد الكبير الذي دخل إلى أرض المعركة. كل من كان يقاتل سابقا مع النظام الآن هو يقاتل مع النظام بشكل واضح. نستطيع القول بأنه من الجبهة الشرقية التي اقتربت منها أمس هيئة تحرير الشام من مدينة حما الشمالية الشرقية، الآن نتحدث عن نحو 15 كيلومتر أو ما يزيد، باتت بعيدة عن مدينة حما. جبل زين العابدين كان فيه خسائر كبيرة أمس في محاولة الهيئة الوصول إلى جبل زين العابدين. روسيا، ميليشيات إيران، الجميع من موجود داخل التراب السوري الآن يشارك بهذه المعركة ويعتبرها معركة مصيرية بامتياز. نتحدث نحن فقط حتى اللحظة منذ 27 وحتى الآن عن نحو 500، وقبل قليل في إحصائيات المرصد 538 غارة نفذت من قبل الطائرات الحربية وطائرات النظام التي تعمل بكثافة أيضا على مناطق إدلب، حلب وحما. نتحدث عن تحديث للحصيلة الخسائر البشرية الموثقة فقط لا غير، 692 من المدنيين والعسكريين، بينهم 109 من المدنيين، بين من هيئة تحرير الشام 295، من المجموعات العاملة مع الهيئة 59، و 229 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها. هذه الإحصائية الموثقة والرقم الحقيقي أكبر من هذا الرقم ب200 على الأقل. طيب. نعم، هذا بالنسبة للجبهات. جبهة أخرى في ريف حما الشمالي الغربي، حاولت اليوم الهيئة السيطرة على قرى يعني من الطائفة العلوية، كانت اشتباكات عنيفة رغم أن هذه القرى نزح عنها سكانها، إلا أن الهيئة حاولت السيطرة عليها ودارت اشتباكات. طيب. داخل هاتين القريتين في ريف حما الشمالي الغربي في منطقة سهر الغاب، الغير بعيدة عن أكبر قاعدة عسكرية لقوات النظام في تلك المنطقة، وهي قاعدة جورين. اسمح لي فقط يعني وقفة خبرية سريعة ونعود لمناقشة هذه الزاوية. أفادت وكالة رويترز بدخول مقاتلين عراقيين مدعومين من إيران إلى سوريا الثلاثاء الماضي، وذلك لمساندة الجيش السوري في حما. وقد أضافت رويترز كذلك أن فشل الفصائل المسلحة في السيطرة على جبل زين العابدين انتكاسة لتقدم الفصائل نحو حما. وقد أشارت إلى أن نصب الجيش نقاط تفتيش في دمشق وفي دير الزور لتسجيل الشباب المطلوبين، وذلك للخدمة العسكرية. طيب، أعود وأرحب بك سيد رامي. كيف نعلق إذن على ما تقوله رويترز إذن هنا حول دخول بعض العناصر والتابعين لهذه الفصائل إلى الجانب السوري؟ نعم، هم دخلوا وتحدثنا عنهم عبر الحدث ونشرناهم في المرصد، وقلنا دخل لهم 200 عنصر من الحشد الشعبي، وهم شاركوا في جبهات القتال، وهم شاركوا بفك الحصار عن عناصر من يعني كلية الهندسة الأكاديمية الأسد للهندسة العسكرية في حلب، الذين كانوا محاصرين في ريف حلب الجنوبي الشرقي، وهم يعملون الآن لفك الحصار عن نحو 2500 مدني من أبناء نبل والزهراء المحاصرين في منطقة السفيرة في ريف حلب الجنوبي الشرقي. هؤلاء دخلوا إلى أرض المعركة، لكن ليس فقط الذين دخلوا من العراق. نحن نعلم بأن إيران كان لديها ميليشيات تحارب داخل الأراضي السورية، هي ليس حزب الله فقط، هناك فاطميون الأفغاني، هناك الزينبيون الباكستاني، هؤلاء الآن يشاركون بالمعركة في قوة. قيادة المعركة هي التي تغيرت، سهيل الحسن جاء به وجاء مع الضباط الذين كانوا مع سهيل الحسن إلى أرض المعركة كي يقود هو المعركة، بدعم من ضباط إيرانيين وأيضا بإشراف من ضباط روس. أي العملية باتت هي كل من كان يقاتل ويساند النظام على الأراضي السورية بات موجود في أرض المعركة، لأن الجميع يعني شعر بأن هناك خطورة ما باستمرار تقدم هيئة تحرير الشام باتجاه مدينة حما. قوة نارية تصاب، جنود، قيادة،
هم الذين يقودون المعركة الآن الموجودة على أرض الواقع في ريف حما، في ريف حلب الجنوبي الشرقي، والسيطرة على قرية على الطريق، طريق حما خراصر على سبيل المثال. نعم. استعادة السيطرة، السيطرة على بلدة هي سيدة الموقف. الآن لم يعد الأمر كما كان عندما سحبت قوات النظام من حلب، عندما سحبت قوات النظام من إدلب. لا أمام يعني هؤلاء، يعني سواء الهيئة تريد السيطرة على حما من أجل كسر النظام بشكل كامل، وأيضا النظام ومن يقف وراءه يريد إيقاف الهيئة في هذه المنطقة وبدء مبادرة جديدة لاستعادة المناطق. طيب أيضا سيد رامي، الحواجز دقيقة موضوع طبعا. الحواجز، نعم الحواجز ليست في دمشق، الحواجز هي في الساحل السوري، الحواجز هي في حمص، في كل المناطق باتت هناك حواجز بشكل كبير جدا من أجل التعبئة الإلزامية، للتعبئة ومن مخاوف من أن يكون هناك خلايا نائمة للهيئة مثل ما كان عليه الحال في حلب، أو يكون هناك من هو يريد أن ينفذ عمليات. لذلك التفتيش دقيق في كل مناطق سيطرة النظام الآن على الحواجز. كان على سبيل المثال بين بانياس واللاذقية لا يوجد حواجز، الآن هناك يعني على الأقل ما يكون 5 أو 6 حواجز على الطريق. لذلك أقول بأن الأمر بات أمنيا ولذات الوقت من أجل التعبئة. طيب أيضا يعني نعلق كذلك على ما يجري في شمال شرق سوريا وهجوم دير الزور. هجوم دير الزور فشل بشكل كامل، فشلت أمريكا بدعمها الجوي وفشل مجلس دير الزور العسكري بالسيطرة على القرى، لأن القرى هي استراتيجية بالنسبة للنظام، بالنسبة للإيرانيين. إذا ما تمت السيطرة على هذه القرى يعني أن دير الزور المدينة بداية، بعد ذلك البوكمال وكل مناطق سيطرة النظام في ضفاف الفرات الغربية. لذلك ما المقاتلين الذين كانوا يقاتلون في القرى السبع زج بهم بأعداد كبيرة، وكان لديهم خيار واحد، إما القتال وعدم السماح بالتقدم لمركز دير الزور العسكري، نعم، أو التراجع وخسران كل شيء في تلك المنطقة. أريد أن أسأل يعني أيضا أنباء عن إطلاقات نارية ورشقات، وذلك تحديدا في الشيخ مقصود والأشرفية. ما الذي يحدث هناك؟ ما هي أيضا القوات الكردية الموجودة؟ كنا نتحدث سابقا عن قصد، وسمعنا كذلك من بعض التقارير عن وجود قوات أخرى اسمها قوات تحرير عفرين. قوات تحرير عفرين هم أبناء عفرين الذين هجروا من عفرين وقرروا البقاء في تلك المنطقة من أجل محاولة استعادة عفرين. اليوم ما الذي يجري في الشيخ مقصود والأشرفية؟ هناك قوات كردية تحمي نحو 150,000 كردي موجودين في حي الشيخ مقصود والأشرفية. هيئة تحرير الشام قالت للقوات الكردية اخرجي واتركي الأكراد. الأكراد الموجودين في عفرين في الشيخ مقصود والأشرفية هم يخشون على حياتهم، ليس من الهيئة بل من قبل فصائل دخلت مع الهيئة وهي لديها سعر مع الأكراد. شاهدنا هذه الفصائل في ريف حلب الشمالي كيف تنكل بالأكراد الكرديات وغير الكرديات. يا سيد الكريم، دخلوا إلى مكتب بلدية في ريف حلب الشمالي وقاموا بتعذيب وتنكيل والدوس على نساء كرديات وعلى شباب أكراد لا علاقة لهم بالقوة العسكرية. والمؤسف أن أحد الصحفيين الذين دخلوا معهم كان يشارك أيضا بعملية تعذيب، وأيضا جرت عمليات قتل للأكراد في ريف حلب الشمال. لذلك هناك خشية حقيقية من القوات الكردية. سريعا سيد رامي، سريعا، من كان يفاوض مثلا في تل رفعت هم هيئة تحرير الشام؟ لا، من كان يفاوض في تل رفعت هي الفصائل الموالية التركية، ومن حمى القافلة هي هيئة تحرير الشام. شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل من مدينة كوفنتري البريطانية، رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، شكرا.